بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. أحبائي اليوم خميس الأسرار، الأبونا بدل ما يكون لابس موف زعلان لابس ألوان مفرفحة ذهبية. اليوم عيد الكهنوت، اليوم أحلى عيد عند الكهنة. أي مرة بيجي عيد خميس، بيجي خميس الأسرار، حي الله كاهن بتعرفوا بحياتكم، مسكوا تليفوناتكم ودقوا له أبونا الله يقدسك. أروع كلمة ممكن تقولوها لإنسان لخورة، الله يقدسك. ما تقولولو بحياتكم، ترجيكم فهموني، بحياتكم ما تقولولو الخوري إن شاء الله منشوفك مونسينيور، إن شاء الله منشوفك مترون، وإذا كان مترون إن شاء الله منشوفك بطرك. صدقوني كل هودي ما بيفيدو، القداسة هي الأساس. قولولو أبونا الله يقدسك، سيدني الله يقدسك، بطركني الله يقدسك، القداسة هي كل شيء. مثل اليوم سيدنا يسوع المسيح قعد عشاء مميز مع تلاميذه، قعدوا 12 تلميذ، واحد منهم نفسيته كتير حلوة، بيعجبني هيك قعد حد يسوع بينام على صدر يسوع، مينو؟ يوحنا الحبيب. تخيلوا الدشكين هالجلسة هني وياه انتيم لدرجة انه ارتاح يوحنا راسه على صدر المسيح. قاعدين نحن وياه اليوم جلسة مثله، ذات الشيء. اليوم قاعدين نحن والمسيح ذات الشيء، جلسة انتيم منحبه بيحبنا. بهالجلسة سيدنا يسوع المسيح بيأسس سر الكهنوت. الكهنوت بهالنهار تأسس وقت اللي المسيح قال له لتلاميذه اصنعوا هذا لذكري، عطوهن السلطة. أصبح كل كاهن عنده سلطة يسوع المسيح. نحن بس نكون عم نقول الكلام الجوهري، ما منكون عم نقول الكلام الجوهري باسم يسوع المسيح. مين منكن بيعرف بشو منقول الكلام الجوهري؟ شخص يسوع. برافو. نحن ما منقول الكلام الجوهري باسم يسوع، نحن منقول الكلام الجوهري بشخص يسوع المسيح. فإذا المسيح بذاته بسماواته بعرشه بمجده هو اللي بيكون وقف على المذابح وعم بيقول هذا هو جسدي، مش أنا اللي عم بقوله. الله عم بيستعملني ككاهن، عم بيستعمل سلطة، عم بيستعمل تيابه هو، هودي تياب الملوك، تيابه هو عم بيقول الكلام التقديس، عم نقوله بشخص يسوع المسيح. لهالسبب أحبائي تتفاجئوا إنه كل العالم على وجه الكرة الأرضية، كل العالم دون استثناء بيتعلموا وبيتصقفوا وبياخدوا شهادات وبيقدموا على وظائف تيصيروا مسؤولين وتيصيروا عندهم شهرية حلوة، من عدا شخص الكاهن الوحيد. الوحيد بيتعلم وبيدرس وبياخد شهادات وبيطلع برأيكم بمناصب تيصير خادم، تيصير خادم، بيتعلم وبيتعب وبيسقى وبيسهر ليالي تمشان يوصل لعند اجريكم. هيدا حلمنا، هيدا حلم الكهنوت، يقدر يوصل لاجريكم ويبوسهم ويشقلكم اجريكم انتو العاليين ونحن من تحت. اسمعوني منيح، نحن من تحت، انتو الاسياد، نحن الخدام، انتو بتأمروني والحياة كلها هي انتو عنا نحن. بيقول سيدنا بيقول مربولوس وقت اللي بيتأمل بيسوع وبهالخدمة بيقول لقد تبين لنا أنكم رسالة، أنكم رسالة المسيح، وما نحن إلا خدم لكم من أجل يسوع. نحن خدام، نتعلم ونتعب ومنعرق ومنعمل وعزوت بالتعب تنوصل لمحل حلم أنه نطلع قديسين. الكهنوت حلو، الكهنوت أروع شغلي بالكون. عم تتخيلوا ولادكم كهنة لابسين ثياب يسوع المسيح؟ ما في أحلى منها، ما في أروع منها. شجعوا ولادكم واللي منكم عنده دعوة ما يخاف ويقلوا للرب بهالليلة سحرني، بهالليلة يا رب خذ لي أحلامي إلى القداسة، بهالليل يا رب انت
تقضي على كل شهوات الكون بحياتي وتاخذني صوب شهوه وحده، شهوه اشتهيت ان اكون معك يا رب. خلي كل يكون كل شيء عندكم يا بحياتكم يميل الى القداسه. ان عملتوا كهنه او رهبان او رهبات او كنتوا بحي لمركز، الحلم بالقداسه هو النجاح. بختم معكم، كل انسان بالكون بيحلم بالقداسه ناجح. حيلا انسان بالكون بينجح بيحلم بالقداسه بيكون بي صالح، زوج صالح، امراه صالحه، ام صالحه، ولد ناجح بمدرسته، زلمه ناجح بشغله، وين ايش ما تعملوا بحياتكم ناجحين. بس في شغله وحده بس بتتعبكم، انه يسوع بيقول ان لم تحمل صليبك كل يوم وتتبعني ما بيمشي الحال. القداسه فيها صليب. هون ببين هل انتم جاهزون تفرجوا ايمانكم لله انه رغم الصعوبات يا رب حلم القداسه ما بينزل، او انه على اول كوع كلياتنا منزخ ايش بيقولوا ما بعرف. احبائي بترجيكم اي بوزيسيون كنتوا فيها بحياتكم احلموا بالقداسه. روحوا اطلعوا قديسين، روحوا اطلعوا قديسين لانكم قديسين، روحوا اطلعوا قديسين. بعد شوي على المذبح الابونا راح يقول كلمه ركزوا عليها شوي، الاقداس للقديسين، الاقداس للقديسين. مين من القديسين اللي بالسماوات؟ لا، الاقداس بيجي الخوري بيوقف هون، بيوقف هون وبيعطيكم الاقداس. فاذا احبائي انتوا القديسين. رجاء بس بختم معكم، ليه تطلعوا مثل يهوذا الاسخريوطي؟ ما بيلبق لكم، انتوا اولاد القديسين، افتحوا قلبكم لله، قولوا نشكر الله.